أحد الأشخاص ينقل أنه جاء إلى السيد البروجردي رحمة الله عليه، كان مرجع من كبار مراجع التقليد، فقال له أنه أنا البارحة شفت منام وهالني هذا المنام. طبعا المنام مو حجة، هذا واضح من الناحية الشرعية مو حجة، ولكن بعض المنامات في الواقع مطابقة للواقع. شفت في المنام أنه في بيتي ثلاثة مصاحف، مصحف كبير ومصحف متوسط ومصحف صغير، وقد بدأت النيران تحرق هذه المصاحف، تلتهم هذه المصاحف. أنا بسرعة رحت وأتيت بالماء أو بشيء آخر حتى أطفئ هذه النار لا تحرق القرآن الكريم، ولكن وجدت أن مصحفين، المصحف الكبير والمصحف المتوسط، قد احترق كل منهما، والنار مشتعلة في أطراف المصحف الصغير. وإجيت وطفيته. السيد البروجردي رحمة الله عليه قال في الواقع أنا ما أعرف تعبير المنام، لأنه شغلي الفقه والأصول والرجال وما أشبه ذلك من هذه العلوم، تفسير الأحلام ما يرتبط بي. طبعا جيد أن يكون عند الإنسان علم التعبير، لكن مو من مقومات العالم أو المرجع أن يكون يعرف تعبير المنام. ولكن أدلك على شخص تذهب إليه، هذا ماهر في التعبير، وهذا الشخص هو السيد أحمد القمي رحمة الله عليه. كان رجل عجيب في التعبير. ذهب هذا الرجل إلى السيد أحمد القمي وقال له رأيت هذا المنام، ما هو التعبير؟ ففكر قليلا وقال أنت عندك ثلاث بنات صحيح؟ قال نعم، كبرى ووسطى وصغرى. أنت أدخلت هذه البنات في المدارس، المدارس الحكومية؟ قال نعم. قال في ذلك اليوم، يمكن قبل 50 عام أو أكثر، كانت هنالك حالة فرض نزع الحجاب، أنه في بعض المراحل الدراسية كانوا يفرضون خلع الحجاب، وحتى بعدين تطورت الحالة وحتى في الشوارع والأزقة كانوا يمنعون الحجاب. وحدثني أحد العلماء الشيبة في قم، قال أنا كنت في هذا البيت، زرته في بيته، قال أنا كنت في هذا البيت وكانت أمي في هذا البيت 3 سنوات أو أكثر أو أقل، مو في بالي الآن، عدة مدة طويلة ما طلعت أمي من هذا البيت لقضية الحجاب. عندما اشتدت القضية، إذا كان واحد يطلع، إذا امرأة كانت تطلع، كانوا يخلعون منها الحجاب، وربما كانوا يتعدون عليها بالضرب. فأنت عندك 3 بنات دخلوا المدارس، الكبرى والوسطى خلعوا حجابهم، والصغرى تريد أن تخلع الحجاب. أنت بعد ما تقدر على الكبرى والصغرى، راحوا منك، ولكن تحاول إنقاذ هذه الصغيرة، وقد أنقذتها بعد أن أحرقت النار شيئا منها. قال نعم، هذا هو تعبير الرؤيا. الرؤيا لها معنى رمزي، الرؤيا لا تعبر عادة بظاهرها، وإنما لها مفهوم كنائي. هذه الرؤيا تدل على الطهارة الأصلية الموجودة في كل فتاة، كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبويه يحرفانه في مضمون الحديث. المرأة، الفتاة عندما تنشأ، تنشأ طاهرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن عندما تذهب، عندما تتعدى الحدود، عندما تخلع الحجاب، عندما ينعدم لديها الحجاب، أو حتى عندما يكون عندها حجاب ناقص، لا فرق من ناحية الذنب الشرعي بين عدم الحجاب والحجاب الناقص، هذا الطهر يحترق ويحترق
ويحترق، ولا يبقى من هذه المرأة إلا حطام محترق. ولذلك نجد أن الدين يأكد في حياطة هذه القضية، مو فقط تشريع الحجاب، حياطة هذا الموضوع.